السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الـ e-learning system with محمد صبري. النهاردة هنتكلم على الـ HRBP e-learning system. احنا جايين النهاردة عشان نقول لكم ازاي تستعملوا الانترفيس عشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا الخاصة بكورس الـ HRBP. طبعا الفيديو ده للناس المسجلة معانا والمشتركة واللي هتحضر الاونلاين تريننج بالنسبة للـ HRBP. احنا هنعمل ايه عشان نقدر نخش على الفيديوهات دي ونقدر نشوفها بشكل سليم؟ اول حاجة لازم نتأكد ان احنا هنا داخلين في الجوجل بالجيميل، ايميل اللي حضرتك بعته لنا، ولازم يكون هو ده اللي حضرتك بعته لنا واللي هتخش بيه، تمام؟ اللي هو الاكونت الخاص بالجيميل. لازم تكون عامل ساين ان الاول عشان تشوف الفيديوز بتاعتنا على الجوجل، اهم حاجة. بعد كده حضرتك هتخش على الويب سايت ده https://hrbp.wordpress.com. مجرد ما نخش على الويب سايت ده هيفتح لنا الانترفيس بهذا الشكل. هتلاقي عندك الهوم بيج، هي عبارة عن الاعلان بتاع الـ HRBP في الاول، والاورينتيشن فيديو اللي اعتقد كلنا شفناه قبل كده، تمام؟ ريجستر ناو. الناس المسجلة معانا ملهاش دعوة بالايكون ده، لان ده للناس الجديدة اللي عايزة تحضر معانا، تمام؟ دي اول تاب اللي هو الهوم، او اول ما تفتح صفحة الـ HRBP e-learning by HRCI هتظهر لي الصفحة دي. هتلاقي تاني صفحة برضو احنا ملناش دعوة بيها، لان دي خاصة بالريجستريشن على الويب سايت عشان الناس اللي عايزة تحضر برضو، مش هتخصكو. عندنا تالت تاب الكورس كونتنت. الكورس كونتنت ده عشان نتعرف على تفاصيل التفاصيل للكورس بتاعتنا، كل موديول وايه السكشنز اللي فيه وايه الموضوعات اللي احنا هنتناولها زي ما انتو شايفين كل سكشن، وبعد كده نخش على الموديول التاني، وبعد كده الموديول التالت. هتلاقوا عندكم الستة موديول على الصفحة دي موجودين. نيجي بقى للجزء المهم واللي يهمنا كلنا، وهو سيشن 1. ده المكان اللي هنفتحه هنلاقي عليه الفيديوز. هتلاقي 1 2 3 4 حاجات. سيشن 1 ده ايكون هيفتح لي الصفحة الاولى اللي موجود فيها الفيديوز، بعد كده فيديو 2 سيشن 1، فيديو 3 مجموعة الفيديوهات، ثم الارتكلز الاضافية اللي انا كنت وعدتكم بيها قبل كده. لما اجي ادوس على سيشن 1 عشان افتح اول صفحة فيها فيديوهات، هتلاقي طالب مننا باسورد. الباسورد دي هي اللي بتتبعت لكم على الايميل، دي الباسورد الخاصة بكل واحد فينا عشان يقدر يشوف الفيديوهات ويأكسس على الصفحة. بعد ما احط الباسورد بتاعي واجي اخش على سيشن 1، هلاقي الصفحة دي هتفتح قدامي سيشن 1، وهتلاقي ارقام. ايه الارقام دي؟ ارقام السيشنز لما هتنزل كل واحدة هتلاقيها اكتف 1 2، ان هم 10 سيشن. هتلاقي قدامك اهو اسم الموضوع organization development، وهتلاقي الفيديو بتاعه، لو دوست عليه هتلاقيه يشتغل معاك، وهكذا كل الفيديوهات. طيب هل دي كل الفيديوهات؟ لا، مش دي كل الفيديوهات. طب عشان اكمل هتلاقي في اول الصفحة فوق وفي اخر الصفحة من تحت هتلاقي في next page. لو انا جيت نصت على next page، اول ما هدوس على next page هتفتح لي الصفحة الخاصة بصفحة الفيديوهات التانية. هما كده خلصوا؟ لا، لسه عندي كمان صفحة فيديوهات. اول ما هدوس على next هتفتح لي الصفحة التالتة من الفيديوهات، تمام؟ زي ما انت شايفين دي اصلا هوستد، الفيديوهات دي هوستد على اليوتيوب، فانا لازم اكون داخل بالايميل بتاع الجيميل على الجوجل على نفس البراوسر عشان اقدر اشوف الفيديوز دي، لان انا لو مش داخل بالجوجل اكاونت بتاعي مش هقدر اشوفها، هتطلع لي شاشة سودة مش هتبان حاجة خالص، تمام؟ دي طريقة الاكسس، وممكن اخش على اي واحدة من دول. عندنا اخر لينك تحت، يبقى زي ما اتفقنا سيشن 1 هتفتح لي اول صفحة للفيديوز، فيديو 2 الصفحة التانية للفيديوز، فيديو 3 الصفحة التالتة للفيديوز. صفحة الارتكلز لو دوست عليها هتفتح لي مجموعة الارتكلز الاضافية الخاصة بالجزء اللي اتشرح
وبعد كده عندي نفس الموضوع صفحة الستادي ماتيريال الخاصة بالماتيريالز بتاعة شارم اللي هتعملوا لها داونلود. وفي الآخر عندنا صفحة الكونتاكت أس. صفحة الكونتاكت أس فيها الإيميل بتاعي لو في أي مشكلة بالنسبة لكم، التليفونات المركز العربي للتميز، لو عندكم أي استفسار أو عندكم أي مشكلة ليكوا أي حاجة محتاجينها تتواصلوا مع اللي انتوا عايزينه. وهي دي طريقة ان انا اقدر اكسس على الفيديوز بشكل سهل جدا وما فيهوش اي مشكلة. براجع تاني، اول حاجة لازم اخش على جوجل اكاونت بالجيميل اللي انا بعته، تمام؟ اول حاجة مهم جدا انه يكون جيميل. تاني حاجة ان هو يكون جالك الباسورد الخاص بصفحة السيشنز، خاص بالفيديوز والارتكلز. انت هتدخله مرة واحدة، مجرد ما دخلته هتلاقي خلاص انت بتدوس بعد كده عادي، مش كل مرة هتفضل تدخل الباسورد. واتمنى انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بشكل سليم، واللي عنده اي مشكلة في ان هو يأكسس على الفيديوز يتواصل معانا ونحل له المشكلة ان شاء الله، اي مشكلة تكنيكال. واتمنى لكم الاستفادة والنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.